بابا، عايز أسألك سؤال يا بابا. اسأل يا حنكش يا ابني. خايف أسألك تحرجني بكلامك يا بابا. اسأل يا ابني، متخافش. بابا، هو أول إنسان اتوجد إزاي؟ احنا أصلنا يا ابني من آدم وحواء. ماما، هو الإنسان اتوجد إزاي؟ يا ابني احنا أصلنا كلنا قرود واتطورنا. بابا، أنا سألتك، أنت قلت لي إحنا أصلنا من آدم وحواء، ورحت سألت ماما قالت لي إحنا أصلنا قرود واتطورنا. أنا مش عارف يا بابا إحنا أصلنا إيه. لا، عشان ما تتلخبطش يا حبيب أبوك، أنا لما جيت كلمتك عن أهلي، ماليش دعوة بأهل أمك.